تحت مسمى ولاية بخا التابعة لمحافظة مسندم في أقصى شمال عمان. هذه هي بخا بمنازلها الحديثة وشطانها الجميلة وقلاعها الحصينة الضاربة في القدم. المناطق الساحلية حقيقة تبدأ من تيبات كما قلت تنتهي بالجري، فبداية تيبات ثم بعد ذلك غمضة ثم فضغة ثم بعد ذلك اللي هي الولاية بخا، بعد ذلك تأتي منطقة الجادي ثم بعد ذلك منطقة الجري. هذه المناطق كلها تقع على الساحل، وطبعا تتواجد فيها الكثافة السكانية مثلا خاصة في ولاية بخا. المناطق هذه كلها فيها سكان. قبل ذلك بعض المناطق هذه مثل غمضة وفضغة والجادي والجري هذه كانت أيضا تكتظ بالسكان القيض. طبعا بعض المناطق في هذه الولاية كغمضة وفضغة والجادي تتميز بوجود آبار مياه عذبة على 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 الساحل، مما يجعل الناس أيضا يستخدمونها كمياه للشرب، وقبل ذلك كانوا يستخدمونها للمزر يسمونها أيام، كانت سفن تنقل المياه أيضا يأخذ من تلك الآبار. فتجد هذه المناطق الساحلية كلها حقيقة مأهولة بالسكان، وخاصة في القيض كما قلت يسوون عرشان على الساحل. هذه غير البيوت؟ غير البيوت، لأن كان إحنا عندنا هنا كما يقول رحلة الشتاء والصيف. الصيف دائما تبنى عروش، والعريش هذا يتكون من سعف النخيل طبعا، وخاصة كما قلت المناطق الساحلية والمناطق أيضا الداخلية، لأن في ذاك الوقت ما كان في بنيان إلا قليل جدا، والبنيان كان أيضا موجود من الطين ومن الحجر اللي كان، وكانت تسمى دهاريز في ذلك الوقت. أما معظم الناس كانوا في القيض يقيضون في العرشان. المناطق هذه بما أنها فيها يعني أجواء جميلة وتتميز أيضا بالهواء والنسيم العليل حقيقة، فتجد الناس كما قلت يأتون إليها من كل حد من وصوب ويقيضون في هذه المناطق. سابق الناس هذو الحضار يجون عن طريق البحر في اللنشات، طبعا اللنشات تأتي بهؤلاء الناس وينزلون على الشاطئ، لأن حتى في ذاك الوقت ما كان في ميناء يعني مرسى مثل الآن موانئ، لا، وإنما تجد اللنشات هذه كلها ترسو على الشاطئ الساحل، وطبعا ينزلون الحضار ثم بعد ذلك المغادرة نفس الشيء. أما هي المظاهر اللي تحصل دائما بداية عندما تقوم الناس تتعاون مع بعض البعض، تنشأ العرشان مثلا وفي آخر القيض أيضا يقلعوا العرشان هذه، فهذه أهم المظاهر اللي تجدها مع الناس في التعاون ما بينهم. اليوم مثلا يعرشون عند هذا وبعد ذلك عند هذا، ثم الناس كلها تتعاون، وذاك لهم طبعا بدون أي مقابل بدون أي مبالغ مادية، اللهم هنا تعاون ما بين الناس، فتقيم العرشان وتقيم البيوت هذه في القيض، وبعد ذلك في انتهاء الموسم طبعا أيضا كلها طبعا تزال هذه وتجمع ويسمونها صنبور. صنبور يعني صنبور يسمونه، يعني العريش الخوص هذا كله يجمع ويلف بالدعن وينصب هكذا ويبقى حتى العام القادم. يبقى في مكانه؟ في مكانه نعم، او احيانا يتجهون في مثلا الى مكان في بناء ويؤكدوا على شو اسمه على الدهريز هذا وعلى البناء ويلف بالدعن حتى يكون العام القادم ايضا نفس الشيء، يرجعون له وياخذوه وينصبون العريش. العمل في السابق كما تعرف يعني ما لم تكن هناك فرص وظيفية حتى الناس مثلا يعملون، اللهم كان العمل يتمركز في الصيد في الزراعة، الناس كانت تهتم أيضا في موسم الزراعة في الزراعة، كذلك النخيل أيضا سابقا لها دور حقيقة في الحياة أو بالنسبة للدخل الفرد، الناس اللي عندهم نخيل اللي مثلا تبيع ثمرات النخيل أو أن أحيانا أيضا يعملون في النخيل، كذلك بالنسبة لصيد الأسماك طبعا هذه هي يعني أهم الأعمال التي يقومون فيها، وطبعا هي يعتبر كمصدر رزق لهم أو معيشة لهم. وتوجد في بخا العديد من المواقع الأثرية تتنوع بين قلاع شامخة وأبراج مراقبة تحرس السكان من أي خطر قادم، ومسجد أثري كبير بني بالصاروج العماني والجص.
كما تعرف الآن طبعا الحصن حصن بوخة هذا يتوسط البلد، وهذا طبعا حصن أثري، وكذلك الحصن أو القلعة اللي موجودة على القمة فوق هذه أيضا كانت قبل مثل ما يقول موقع، هو كموقع حراسة تعتبر أنه طبعا تكون كاشفة على البلد، بالإضافة إلى حصن آخر طبعا الآن أصبح موقعه اللي هو قيادة قطاع مسندم اللي الآن موجودة هنا، كان في حصن سابقا موجود، بالإضافة إلى المربع اللي موجودة في الجادي، وهناك أيضا عين الثوارة هذه أيام نزول الأمطار طبعا العين هذه تطلع، والماء طبعا يتواجد بكثرة، ولكن هذا الماء ينزل من على سفوح الجبال من فوق ثم بعد ذلك ينحدر بعد حتى يصل إلى عين الثوارة وتطلع هذه، وطبعا تسقو كل المزارع الموجودة حولها، بالإضافة إلى بعض الكهوف اللي موجودة في الجبال مثل غمضة و طريق ما بعد الجريء، فهذه كهوف موجودة هناك، يعني هذه من الآثار اللي حقيقة، بالإضافة إلى تلال الرمال اللي موجودة في غمضة، هناك في تلال ناعم رمال ناعمة مرتفعة أيضا، معطي للمنطقة منظر جميل. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغمشة، ترجع باكر دارك الساحل ينادي. ولأن البحر كان مصدر الرزق الأول في هذه المدينة المطلة على ساحل الخليج العربي، فقد كان لأهلها دور في رسم بعض ملامح التاريخ البحري لعمان من خلال سفنهم التي كانت تصل إلى أماكن متعددة. وها هو حسن إبراهيم الشحي من أهالي بوخة يروي لنا بعض حكايات البحر والسفر لأهل بوخة. أنا سافرت يعني من أول ابتدائي سافرت وأنا كنت صغير. صغير؟ كم يعني رايح كان؟ جاهل وياهم بحر أتعلم. تعلم؟ إيه نعم. ومن بعد كنت يعني صرت بحر، وتالي سكوني صرت سكوني، وتالي بعد فما تقول رحنا وجينا مع بعض يعني بسفر بودي مني من 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 مني ودي يعني نروح البصرة نحمل تمر ودي هند وكلكوت بمبي. ومن منك نجيب تشندل ما تشندل من لامو ومدشو ونجيب تشندل وكذا يعني، ونبيع مني تشندل وما تشندل نبيع والتمر ودي هذه يعني. وهذه تالي ودرت خشب كبار، ركبت بخشب صغار اللي يروحون من بوخة الى روس جبال الى هذه يشترين يشتري سهوة اللي هي في مسندم، هي منطقة مسندم. ايوه اول ما نطلع بوخة يكون في منطقة الساحلية من بوخة هني نمركم يعني غب علي، غب علي هي كمزار شيصة حبلين وهذه الأشياء، مكان يصيدون فيه سهوة ويصيدون فيه خباط ويصيدون فيه برية وعومة وكذا يعني. وإيش تأخذون من عندهم هذا؟ نأخذ عندهم اليوم بنروح مسقط وبنروح الكويت وبنروح هذا نشتري عندهم مسقط ودي خباط أقول سهوة قباب ونشق يشقونه وكله ونملح ودي قنية نسميه قنية ما بالأبياب ولا بدرامات ولا شيء، بس نصفه كذي صف ونودي هناك مسقط، نروح هناك نبيع ونشتري وكلش ونخلص ونعد. وهذا هذا اللي يشتري الشراكة شو يسوي؟ يكوي السمك كله داخل بحر أبل ويغسلونه وينظفونه ويودوا عنده عمارة هناك في من غربي غربي شرقي جبرو شوي منطقة مسقط مطرح ايوه ويشيلون عمال مالهم يغسلوني ويودون هناك ينظفوني ويروحوني فوق التندل علشان يسوون حق قتاري يودوني كولومبيا بهالاشياء. فاحنا بحب شهريا نروح يمكن مطراشين ثلاث مطراش من روس جبال الى مسقط. كم الوقت اللي تاخذه؟ ناخذ الى بيكون هو ناخذ ثلاثة ايام يومين بس ثلاثة ايام يومين ناخذ يوم يومين ناخذ الى يكون هو معنا يعني ذاك اليوم ما مش مكاين بس على هواء على الشراع ايه، ولا بيكون دوق بحر دوق ناخذ اربعة ايام ثلاثة ايام خمسة ايام ناخذ ستة ايام ناخذ يعني على هالشكل. فاقول لك نروح ونجيب اسحب يعني بشهريا مطراشين ثلاث مطراش الين ما بيكون وقت القيط، والطباشير رطب قيط بس انه عليه الخشب هذا اللي نروح مطرح نتم ثلاثة اشهر نقيط، لما يخلص القيط بعد نروح هذا الشغل نروح ونروح بعدين او خادم ونروح دبي نجيب حمال يعني اغراض للدكاكين يعني للدكاكين تجاره وهذه. الساحل ينادي. سكونة يقعد مع سكان نسوي شفت كل نفرين
بالليل هذا نسهر أربعة أوفر يعني حد كل شفت نفرين عيننا على الدائرة وعيننا على نجمة السماء اللي هي الاتجاه ايوه نجمة السماء وعلى الدائرة اللي قدامنا محطوطة في السكان عند السكان نمشي من سلامة إلى مطرح سيد الدغري نمشي مطلع من سلامة من جزيرة سلامة ايوه من سلامة إلى ما نوصل مطرح نمشي مطرح على نجمة مطلع ونسافر من مطرح من فحل عند سيدي إنجيل الديمانيات ونفس نت على مغيب مغيب يجيبنا سيده سلامة إلى السلامة دغري نمشي معروف هذا هي معروفة زين بوي ومن هنا إلى نمشي البصرة أول كان نمشي مغيب لما نجي طنب الكبرى وطنب الزغرة ونفر شوي على الجنوب ونرد يوم نعتدل عاد مغيب إلى يجيبك شط البصرة عراق يعني وهذه رايح جايتنا طريق البحر يعني نسهر ليالي سكوني معين داخل كل خشبة أربعة أنفار أربعة هذا سكوني يأخذون قلاطة وربع يأخذون أربع أنفار سكوني هي معينة سكوني هذه على يكون سكون يعني إلى محمل استظار أو انقلاب أو شيء هو مسؤول كل شيء يصيب السكوني لازم يكون يأخذ قلاطة وربع قلاطة ونص يأخذ أكثر من البحار عادي يعني هالأشياء والحمد لله يعني بنعمة رحنا نروح ونجي ومرتاحين يعني بعملنا الساحل ينادي سافرت الله يسلمك نسافر ناخذها بين الصم احمد صالح وجلبوت عنده من هنا سافرنا من بخا هو هي من بخا نعم وجلبوت مشتركين في اثنين هذا الجلبوت حاج حسين وروحه بن احمد صالح الصم محمد صالح الصم يعني رحنا القطيف نحمل تمر خنيزي سعودية قطيف مال سعودية لا طريق الدمام هذا حمل تمر الله يسلمك حملنا شيل المحمل هذا 1300 قلة تمر شيل جلبوت هي جلبوت و 120 قوطي دبس مال البصرة مال العراق مال اقول قطيف نجيبها نجي الله يسلمك جينا مزروعية مال البحرين قلنا اهل البحريه يعني ناخذ خلينا احنا سكونيه لا يا ابوي خلينا نخف علينا الليل ونسافر خلينا نستصف يعني ينقدر الوقت علينا قال لا خلينا نسافر والاحسان وسرعه نوصل وما ادري ايش هذا ناخذه سافرنا يوم جينا بين يعني بحرين وبين قطر ضرب لنا هواء طيفان ريح والمحمل شاحن لما شبر طالع بس ما باجي الا تلبس محمل شنو تلبس يجيبون فروش ويسفنونه مع باطة تزفن هالنمونه ويحطون الخشبه على شهر راش ما يجي داخل الهواء يعني موج ما يجي داخل الخيط زين جينا وضرب لنا هواء كيف نسوي ما عندنا حيله غير كيف نسوي رفعنا شراع الميان العود حطينا مياجيب ما قدرنا حطينا سانيد دبرنا بس بدقل اخذ محمل مليان تلبح ونقط بحر 800 قله تمر 800 قله يلا سلمنا ارواحنا كلها بحر هذه وين قبل طنب الكبرى قبل طنب الازرق نوصل يعني هذه هي من قطيف جينا مزروعين البحرين اللي بجينا بخا جينا بخا ب 500 قله تمر من 1300 راحت 800 لكن سلمتوا سلمنا ارواح شو نسوي بعد الروح من الولي لما جينا هنا ما تقول غطبالي شو نسوي مالنا راح من يدنا مكدة سنه راحت علينا بلاش وتمينا اقول لك تمينا هذه علينا محمل تحاسبنا وسوينا وصلنا الحال والحمد لله رب العالمين مشينا الحال الثاني سنه ثاني بعد ثالث علينا المحمل قلنا يا ناخذها كف المحملك واحنا احرار الساحل ينادي مره من المرات الله يسلمك احنا كان انا ذاك اليوم بعدني انا خلاص وديت اللي يسمونه محمد احمد صالح الصم
كان حموس من لنشات عن صار ما انتهى الشراء كل اللنشات الحين لنشات كان بن الصم احمد صالح محمد فسق وبيدام وهذا محمد نول من البصره الى الهند وانتم معه لا انا ما معه يعني ربعي معي انا ما معه جو صار لهم بالليل تخت الشتاء شمال ضربت يعني شمال الشتاء قال الجماعة السنجار 25 فرمان خشب مطروح بالبي ينطرون لما الدار السمانين الشتاء يعني مثل الشتاء يعني قال يا أولاد الحلال أنت لا تسافر صبر يعني خلي يكون يعني اليوم هذا الدار السمانين الليلة هذه يمكن يضرب هواء يعني قال لا بيروح بعد ما وصل نص الطريق ضرب هذاك الهواء ضرب هذاك الهواء ولا بكنقون بالدير لات لواة المعمر للبر كنقون دير مال ايران مقام خريب المقام هنا الدير كنقون هنا ولاية المحمل وانكسر ذاك المحمل وراحوا سبحوا واباد ربع البر واحد ولده اللي هو دريه ولد اخ محمله مسكين افاد بالتفر عند القايم هنا عند قريب الماكينه قريب البروانه طول الماكينه ومسكين مات ولده في هذاك طبعا سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشة ترجع باكر داره الساحل ينادي الحمد لله خير نعمة من الله الله يطول بعمره ويبارك فيه ويخلي لنا دخر قابوس إن شاء الله في فرق طبعا نعم في فرق وفي فرق بعد من 100 يمكن 90 فرق إيش الفرق اللي تشوفوته والفرقية بالبلد منظم المواطنين الحمد لله شيء من يعني اشتغلوا وعايشين والحمد لله بنعمة رايحة قادر الوقت الله يخلي لنا الدخر إن شاء الله